الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. وأعرفكم بنفسي، أخوكم في الله عمار ملا، متخصص في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمل دكتوراه في أصول الدين منذ حوالي 27 سنة تقريبا، وأعمل في هذا المشروع منذ 22 سنة تقريبا، مشروع السيرة النبوية. وأعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 42 سنة تقريبا، والحمد لله لدينا معارض ونشاطات في حوالي 32 دولة من دول العالم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتمنى نؤجل التعارف من الإخوة جميعا عندما يكتمل العدد إن شاء الله، وندخل في صلب الموضوع إن شاء الله. هذا المشروع الذي أتشرف بتقديمه شارك به عدد كبير جدا من أهل العلم على شكل فرق علمية، بدأ كما قلت لكم منذ 22 سنة تقريبا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصل الفكرة بدأت عندما اجتمعت مجموعة من العلماء ليتدارسوا كيف يخدموا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الأفضل. فبعضهم قال نؤلف كتب في مجال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجواب أن المؤلفات بالآلاف ولا مجال لهذا الزيادة. بعضهم قال بالأفلام، بعضهم حتى كاد المجلس أن ينفض دون الوصول إلى نتيجة، فألهم الله أحدهم أن يسأل سؤالا هو كان مفتاح لهذا المشروع الكبير الذي بدأ ولم ينتهي حتى الآن. سأل سؤال: لو أننا أحصينا الكتب التي بين أيدينا عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصادر الأصلية أي المصادر التي اعتمد عليها المؤلفون في تأليف كتب السيرة، لو أننا أحصينا الأيام التي تغطيها من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تغطي من سيرته عليه الصلاة والسلام؟ هو سيرته 23 عاما، فكم تغطي هذه الكتب لما تقدم وتتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوزعت المصادر الأصلية، ونقصد بالمصادر الأصلية مثل مغازي عروة بن الزبير اللي ألفت في القرن الأول، مغازي الواقدي المؤلف عام 151 يعني عمره أكثر من 1300 سنة، وهكذا الكتب الأصلية. فوزعت على الباحثين وبدأوا بإحصاء الأيام التي تغطيها من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم لا يصل في تغطيته إلى 3% أو بعضها 7% 8%، لأنها تركز على جوانب معينة وتدرسها باختصار فلا تقدمها على الوجه التفصيلي. فكان السؤال هنا: هل نعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين السيرة؟ وما هي مصادر السيرة التي سنجمع السيرة من خلالها؟ وهذا السؤال الذي سئل أخذت الإجابة عليه أكثر من سنة ونصف وهم يبحثون في المنهج. قضية تحديد المنهج وتأطير المنهج حتى يبدأوا بجمع المادة العلمية. سأقفز بكم إلى النتيجة التي وصلوا إليها، ما هي المحاور التي جمعت المادة العلمية من خلالها في هذا المشروع. المحور الأول: جمعت المادة العلمية من ست محاور أساسية هي التي جمعت المادة من خلالها. المحور الأول هو أدق مصدر وأقوى مصدر وأكبر كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الكريم. القرآن الكريم لو أنك استثنيت آيات الأحكام وقصص الأنبياء فأنت أمام كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما تقرأ سورة البقرة على أنها حوار مع اليهود في المدينة،
تفهم سورة البقرة بطريقة أخرى. وعندما تقرأ سورة آل عمران من الآية 1 إلى الآية 120 نزلت في حدث استمر 6 أشهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحوار مع نصارى نجران، وما كان يتنزل من الأحكام، وعندما يسألون ماذا يجيبهم صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بهذا الموضوع، تستطيع أن تفهم الحدث الذي ورد ذكره في كتب السيرة بسطرين، بينما في كتاب الله سبحانه وتعالى 120 آية تتناول هذا الحدث على وجه التفصيل. عندما تقرأ من الآية 120 إلى الآية 170 من سورة آل عمران، وهي وصف لحدث استمر 24 ساعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعلق بأحداث غزوة أحد، تفهم أحداث غزوة أحد بطريقة أخرى. عندما تقرأ سورة الأنفال على أنها سورة غزوة بدر، عندما تقرأ سورة الإسراء والمعراج، عندما تقرأ سورة الحجرات على أنها حدث أخذ عدة دقائق حول بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاءت مجموعة من الأعراب ورفعوا أصواتهم فنزلت سورة كاملة، عندما تقرأ سورة الممتحنة وعفوا سورة التحريم لحادثة حدثت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بسببها سورة كاملة، تتصور أحداث السيرة بشكل آخر من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. ووجدنا القرآن الكريم يقدم لنا الوصف دقيقا في كثير من القضايا ويحسم النقاش في كثير من القضايا، مثلا قضية قتل بني قريظة. عندما نقرأ في الروايات الأعداد الكبيرة لها نجد القرآن حسمها ب4 كلمات: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فبين وضعنا الأساس في هذا الموضوع. وهكذا القرآن الكريم يقدم لنا الأمور واضحة ويدخل في خبايا النفوس في وصف المشهد الذي حصل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحور الثاني وهو ما أجمع عليه أهل السير. أهل السير هم الذين صنفوا مؤلفات وفق شروط تختلف عن شروط أهل الحديث في جمع المادة العلمية، فلم حذفوا الأسانيد واعتنوا بتقديم الحدث بشكل كامل أو بشكل يركز على الموضوع دون العناية بتفاصيل السند، وتساهلهم في هذا على أن الأخبار لا يشترط فيها ما يشترط في الأحكام، ولذلك كان عندهم شروط وأصول في جمع المادة العلمية تختلف عن منهج الذي ألف به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا ما أجمع عليه، وعند الدراسة الدقيقة المتأنية وجدنا أنهم لا يختلفون أبدا عن ما ورد في كتب الحديث عندما ندرس الموضوع دراسة تحقيقية بجمع الروايات المتعلقة في السند في الموضوع الواحد. وعندما إن شاء الله نقف على الموضوعات بعد هذا المدخل سنصل إلى إن شاء الله إلى بيان هذا الموضوع بشكل جلي. المحور الثالث وهو ما ورد في كتب الحديث من وصف لأحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بالكتب 6 وهي الصحيحين، ثم كتاب أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي، ثم أضيف إليها مسند الإمام أحمد، موطأ الإمام مالك، سنن الدارمي، مسند الدارمي، وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. فمعظم مصنفات الحديث النبوي أخذت وأدخلت في هذا المشروع على وجه التسلسل، ووجدنا أنها لا تخرج أبداً عما ورد في كتب السيرة. وطبعا قدمنا منهج أهل السير على منهج أهل الحديث لأنهم أهل تخصص، والأمة في تاريخها احترمت التخصص، فسيرا على نهج العلماء الأقدمين سرنا على ذلك، وأمتنا
كانت تعتبر التخصص الدقيق اعتبارا كبيرا، ولذلك نجد عندنا في كتب التراجم نجد طبقات الفقهاء الحنفية، نجد طبقات فقهاء الشافعية، نجد طبقات فقهاء المالكية، نجد طبقات الأصوليين، نجد طبقات الأدباء، طبقات الشعراء، فكل فن من الفنون له رجاله. ولذلك نحن قدمنا منهج أهل السير على منهج أهل الحديث باعتبارهم أهل تخصص. المنهج المحور الرابع في جمع المادة العلمية وهو التوثيق المكاني. والتوثيق المكاني يقصد به هنا أي أنه تشكلت فرق علمية خرجت فوثقت أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الميدان، فوقفنا على هذه المعالم بشكل دقيق. كل معلم من معالم السيرة وقفنا عليه، يا ريت ترجع لي الفلاشة، وقفنا على كل موضوع من الموضوعات، كل معلم من المعالم بشكل دقيق، وقمنا بتوثيقه. وقد ذكرت في خطبة الجمعة أننا قمنا بتوثيق طريق هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كأحد المعالم، كأحد الموضوعات، وإلا فإننا وقفنا على كل ما يتعلق بأماكن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الأساس لهذا العمل برنامج علمي كبير شارك به أكثر من 350 باحث، أدخلوا فيه كل ما قرأوا، كل ما وجدوا في المكتبة الإسلامية من كتب، وصنفوها تصنيف دقيق. وهذا البرنامج أضعه بين أيديكم للاستفادة منه، وهو بنك معلومات هائل جدا، كبير جدا. سأفتح هذا البرنامج وأعرضه عليكم، أعرض نموذج منه ونتركه بين أيديكم إن شاء الله للاستفادة منه. هذا هو البرنامج. عندما تضغط أي أيقونة من الأيقونات، سأضرب مثال هنا، مثلا معالم، يخرج لك كل ما يخطر ببالك من المعالم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في الأعلام يوجد الأحداث التاريخية، لكن الآن هنا أضرب مثال فقط على دقة هذا الموضوع. نأخذ الجبال مثلا، لما نضع الجبال سيخرج لنا كل أسماء الجبال مرتبة ترتيب أبجدي. مثلا هنا جبل أحد، فتجد المادة العلمية التي مكتوبة باللون الأزرق هي الخلاصة التي رآها الفريق العلمي مناسبة لتقديمها للاستفادة منها. يعني لما بتقرأ أنت المصادر أخذوا خلاصة فوضعوها هنا لمن أراد أن يستفيد منها بشكل سريع. قد يقول قائل أنا لا أريد خلاصتكم، أنا أريد أقف على المصادر. فتضغط هنا فتخرج لك كل المصادر التي ورد فيها هذا الموضوع، وبعضها في غير مظانها. يعني العلماء الذين يجلسون أمامنا الآن في عدد كبير منهم من أهل التخصص يعرفون أنني لما أبحث عن شيء له مظان وهناك أمور في غير مظانها. يعني لما أنا أبحث عن جبل أحد في كتاب المغانم المطابة شيء طبيعي لأنه هذا كتابه، لكن لما أريد أبحث عن جبل أحد في مسند الإمام أحمد أين أجد هذا؟ فهي موجودة في غير مظانها. فنحن وضعنا كل ما يتعلق بهذا الموضوع في هذه المصادر كما وردت في الكتب الأصلية، فتستفيد منها، تأخذ قص ولصق وتأخذ المادة لأنها موثقة توثيق كامل. وبالتالي هذا الأرشيف، نحن نسميه الأرشيف، هو بنك معلومات كبير جدا، اشتغل به 350 باحث مدة 5 سنوات. وسبحان الله وجدت هنا في فيينا أحد الذين شاركوا معنا في هذا العمل وخاصة هذا البرنامج، وهو الدكتور إياد، كان من الذين عملوا في هذا المشروع بالذات وشارك في فترة طويلة في العمل بهذا البرنامج، وهو يستفاد منه بطريقة كبيرة لأنه يعتبر مادة علمية مؤرشفة موثقة بشكل كبير تفيد في دراسة معالم سيرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فإذا المحور الرابع هو ما يتعلق ب كيف الرجوع الآن. معلش تعبناك. لما يتعلق بكل الأماكن في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إخواني تحديد المعالم شيء مهم جدا، لأننا من خلاله سنفهم أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة دقيقة. ومن يفتح كتب السيرة يجد في كثير من الأحداث خلاف وعدم فهم وعدم معرفة للأحداث. مثلا عندما تدرس طريق الهجرة، سأضرب مثال طريق الهجرة، كثير من كتب السيرة تقدم حادثة سراقة على أنها قبل حادثة أم معبد، وهذا خطأ. ولو أنهم خرجوا فوثقوا الطريق الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلموا أن أم معبد في وادي قديد، وأن سراقة هو مدلجي في منطقة المدارج، فينتهي الإشكال. وتختلف كتب السيرة على أنه هذا المكان قبل ولا هذا المكان قبل. هناك بعض الذين ألفوا في السيرة نتيجة بعدهم عن معالم السيرة أخطأوا أخطاء فاحشة جدا وأساءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأضرب مثالين. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يسير في طريق الحج بحجة الوداع أصيب بصداع عليه الصلاة والسلام ليشرع لنا حكم يتعلق بعلاج المحرم. فوصل إلى منطقة تعرف لحيي جمل، اسمها لحيي جمل، فاستدعى الحجام واحتجم بلحيي جمل، أي في مكان اسمه لحيي جمل. وشرع لنا لو الآن الحاج يحج وأصيب بصداع عنده حكم، يجوز أن يحتجم أو يجوز أن يتعالج أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المؤلف نتيجة جهله بذلك ظن أن لحية جمل هي اسم أداة التي يحتجم، فقال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلحية جمل. يعني صورة فظيعة جدا أنه إنسان يمسك فكي جمل ويحتجم بها. الاحتجام يحتاج إلى مشرط، يحتاج إلى أداة نظيفة، يحتاج إلى كأس طبي يشفط لكن لحية جمل، يعني هذا شيء فظيع في فهم هذا الأمر. الخطأ الثاني اللي وقف، طبعا أخطاء كثيرة جدا لكن باب الاختصار أضرب هذا المثال، إن النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته حمى منطقة تسمى النقيع وخصصها للإبل، وطبعا هذا ضمن عنايته بالبيئة عليه الصلاة والسلام التي سنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله. منطقة حمى النقيع تبعد عن المدينة 90 كيلومتر، فأخرج هذه الحيوانات من المدينة إلى مسافة 90 كيلومتر، فحماها وحما منها. فجاء هذا المؤلف وهو لا يعرف المعالم وقال كلمة النقيع خطأ، وإنما حمى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع. وطبعا البقيع جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبرة، فكيف تضع الإبل في المقبرة؟ وأي حماية للإبل لما تضعها في المقبرة؟ وكيف يعني أنت ماذا فعلت؟ وبالتالي يعتبر هذا إساءة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشويها لما فعله عليه الصلاة والسلام من إخراجها 90 كيلومتر خارج المدينة. فإذا عندما يكون الإنسان بعيدا عن الأماكن التي تتحدث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع بأخطاء كثيرة جدا. فإذا المحور الأول القرآن الكريم، المحور الثاني ما أجمع عليه أهل السير، المحور الثالث ما ورد في كتب الحديث، والمحور الرابع التوثيق المكاني. المحور الخامس، وطبعا التوثيق المكاني إن شاء الله ستجدون كل معلم كل حدث من أحداث السيرة أننا قمنا بتوثيقه وتقديمه بشكل دقيق. المحور الخامس كتب الخصائص
والدلائل والشمائل، وهذه علوم ألفت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة منها لها تعريف واضح، وكل واحدة منها علم مستقل. الخصائص هي الأشياء، الحقوق والواجبات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام له واجبات أوجبها الله عليه، وله حقوق تختلف عن حقوق وواجبات المسلمين. مثلا عليه الصلاة والسلام فرض الله عليه كل ليلة أن يصلي أكثر من ثلثي الليل، وهذا فرض، كما فرضت علينا الصلاة فرض عليه قيام الليل، وبعد ذلك خفف عنه فصار يصلي النصف صلى الله عليه وسلم. هذا من خصائصه، من الأشياء التي فرضها الله عليه أنه لا يبيت وفي بيته مال، فكان يتصدق كل ما يملك عليه الصلاة والسلام، ولذلك ربما دخل بيته فلا يجد طعاما فينوي الصيام عليه الصلاة والسلام. الحقوق التي أعطيها صلى الله عليه وسلم أنه أعطي خمس الخمس، ولكن هذا خمس الخمس أعطيه لينفقه في سبيل الله. من الخصائص التي خص بها صلى الله عليه وسلم أنه لا يلتفت، من الخصائص التي خص بها أنه ليس له خائنة الأعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين عليه الصلاة والسلام. فهناك خصائص، وحقيقة لا نفهم أحداث السيرة إلا من خلال فهم خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى نستطيع أن نجلي موضوع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين في كل أحداث سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب الشمائل هي الكتب التي تحدثت عن أوصافه الخلقية والخلقية. كتب الدلائل هي الأحداث التي ظهرت فيها دلائل نبوته، نسميها معجزات أو دلائل نبوة، إن كانت على سبيل التحدي للمشركين تسمى معجزة إعجاز، وإن كانت من باب الحديث مع المسلمين تسمى دلائل نبوة، وهي أنواع خمسة، منها تكثير الطعام والشراب ونبع الماء، ومنها ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من أحداث ستأتي، وهذا باب كبير جدا وكثير جدا. منها علاج لحالات مستحيلة مثل تحطيم الصخرة عليه الصلاة والسلام، منها حادثة انشقاق القمر، وهذه الأمور تعتبر حالات مستحيلة. منها ما أخبر عن الأمم السابقة عليه الصلاة والسلام، فهي عدة أنواع. ووجدنا أنه في كل حدث من أحداث السيرة، في كل حدث توجد معجزات، ولذلك أدخلنا المعجزات ضمن الحدث، ووجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت تظهر لهم المعجزات لتثبت أفئدتهم، فنحن أولى منهم بتثبيت أفئدتنا. وهذه المعجزات أو هذه دلائل النبوة هي الحقيقة مدخل علمي كبير للدعوة إلى الله. وهنا اسمحوا لي استطراد خفيف، يعني بعض هذه المعجزات هي للمسلمين، لأن المسلم آمن بالكليات فآمن فيما يتبعها. نحن آمنا بالله وبرسوله، فلو قلت لك إن النبي صلى الله عليه وسلم صح أن الماء نبع من بين يديه فتؤمن بذلك لأنك آمنت به صلى الله عليه وسلم، لكن عندما تخاطب إنسان غير مسلم لا يؤمن بهذه الأمور. فنبحث عن دلائل نبوة تحترم عقله ونقدمها له، مثل الأشياء التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم أنها تقع إلى قيام الساعة، مثل ما أخبرنا به عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، أو ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أوصاف. وهذه أيضا باب كبير جدا، إن شاء الله لعلنا نأتي إلى ذكر
بعضها عندما نذكر موضوعات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المحور الخامس كتب الدلائل والخصائص والشمائل. المحور السادس كتب الصحابة، وهي الكتب التي اعتنت بذكر أحداث صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذنا ما يتعلق بموضوعات السيرة وأعدنا دمجها إليه. وكتب الصحابة كثيرة، بدأت بالقرن الثالث بكتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، ثم كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ثم كتاب أسد الغابة، حتى وصلنا إلى أعظم كتاب وأضخم كتاب، وهو الإصابة في أخبار الصحابة للحافظ ابن حجر، واستوعب كل الكتب التي سبقته في تقديم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحاور الستة من خلالها أتينا إلى دراسة موضوعات السيرة، كل موضوع على حدة. بدأنا بحدث، أول موضوع بدأنا به هو دراسة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذا كان أول مشروع اشتغل به أكثر من 60 باحث تقريبا لمدة 9 أشهر. وكانت الطريقة أن تجمع المادة العلمية، تحقق، تنقح، تراجع، ثم يخرج فريق علمي فيوثق على أرض الواقع أحداث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقوم بإعداد شيء، وسيلة تناسب الموضوع. ولذلك يوجد لدينا أمور بصرية وسمعية وتفاعلية في كل موضوع من الموضوعات، وإن شاء الله المادة العلمية بكاملها سنعطيكم إياها للاستفادة منها في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديمها، وهي عبارة عن حوالي 58 جيجا بايت من المادة، التي تضم المادة العلمية مع الوسائل مع الأدوات بشكل كامل حتى تتم الاستفادة منها. طبعا أول موضوع نحن قمنا به وهو هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن انتهى العمل كان السؤال: ماذا نفعل بهذه المادة؟ هل تبقى حبيسة مركز الأبحاث مثلها مثل رسائل الماجستير والدكتوراه التي تعد بعشرات الآلاف في عالمنا العربي والإسلامي وربما لا يستفيد منها أحد؟ فكان الحقيقة هذه النقطة هي التي كانت منطلق للنزول بهذا المشروع إلى عامة الناس في أنحاء العالم عن طريق معارض السيرة النبوية وتكوين فرق السيرة النبوية وإعداد الباحثين للعمل بهذا المشروع. فانطلقنا بمعارض السيرة النبوية التي انطلقت بأنحاء العالم، هذه الآن خريطة أمامكم فيها الدول التي وصل إليها هذا المشروع. ولما نقول دولة وصلها المشروع معنى ذلك في بعض الدول لها فرق علمية خضعت لتدريب طويل وتقدم المشروع بشكل جيد. مثلا لما نقول فرنسا يوجد لدينا فريق عمره 13 عاما يتجول كل أسبوع، يعني نحن اليوم نتكلم يوجد الآن عندهم فعالية يقومون بها. ألمانيا عندنا 4 فرق في ألمانيا تتقن اللغة الألمانية وتنطلق في أنحاء ألمانيا. في إيطاليا عندنا 3 فرق من الشباب، إن شاء الله سنريكم صورتهم، يعملون. فالمشروع له فرق في جميع أنحاء العالم. نحن هدفنا أن نوصل المادة الخام إلى كل مكان، ونقول لهم نترك لكم الحرية بصياغتها بطريقة تناسب بلدانكم، مثل مثلنا ومثلهم كمثل من يحضر سكر ودقيق وزبدة وكاكاو. نأتي إليهم نقول لهم اصنعوا منها كيكة فرنسية، اصنع كيكة ألمانية،
احنا ما تاخذ الماده التي احضرتها لك وتقدمها للناس. خاطب الناس على قدر قولهم وبمصطلحاتهم، انتم ادرى بلغتكم، ادرى بمصطلحاتكم. من الخطأ أن نأتي نحن فنقدم السيرة للناس، أنتم أدرى بهذه الأمور. والحمد لله انطلق هؤلاء وصار لدينا معارض في أنحاء العالم، سنمر بسرعة إن شاء الله على بعض هذه المعارض. هذا لما نقول دولة صار مثل فرنسا مثلا فيها فعاليات، لاحظوا هنا النقاط الحمراء، هذه النقاط الحمراء كلها أقيمت فيها فعاليات وفعاليات كبرى، يعني معنا فعاليات كبرى، معنى ذلك أقيم فيها مؤتمرات، أقيم فيها معارض، أقيم فيها دورات، فدارت في كل أنحاء فرنسا ووصلت إليهم. أهم معرض من معارضنا هو الذي يقع جوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب 8، وهذا المعرض دخله إن لم أقل ملايين الحجاج، فدخله بدون شك مئات الآلاف لأنه مفتوح، وأمام باب المسجد النبوي، يعني الصورة مأخوذة هنا من المسجد النبوي، ما في مسافة 100 متر تقريبا، والناس تدخل إليه زرافات ووحدانا، ويعرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو هنا واجهته، هنا معرضنا في دبي. نمر الآن مرور سريع على أهم الفعاليات. هنا المعرض في دبي، معرض في الرياض، هنا في الرياض، في جدة. لاحظوا كل موضوع من الموضوعات له لوحة، له مجسم، له فيلم، يعني شيء يناسب تقديمه بطريقة أو بأخرى. هنا هذه في جدة، هنا في باريس، وباريس أول دولة أوروبية دخلها المعرض منذ 13 عاما، ولذلك صار فيها فريق كبير يعملون معنا منذ 13 عاما، شباب كلهم يتقنون تقديم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم باستخدام الأدوات التي مكناهم منها. هنا زيارة الدكتور طارق سويدان إلى معرض السيرة، والدكتور طارق سويدان من المتابعين المهمين لمعرض السيرة، واقتنى منه نسخة وتابعه في أماكن كثيرة من دول العالم، وهو وغيره من العلماء. هنا لاحظوا المجسمات واللوحات والأفلام، هذه المجسمات هنا واللوحات والأفلام، والشباب يعرضون يركزون على موضوعات السيرة بشكل دقيق. هنا زيارة الدكتور البوطي رحمه الله، منير غضبان رحمه الله، طارق سويدان وحازم إسماعيل، هذه في زيارة أخرى، هذه في الكويت وليست الأولى، صورة الدكتور طارق سويدان في باريس، هذه هنا في الكويت، هنا في الكويت، هنا في دبي أيضا. لاحظوا هنا إقبال الناس على المجسمات. هنا زيارة صاحب سمو الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز رئيس هيئة البيعة بالإمارات، جامعة العين، أبو ظبي، المغرب، جدة، جنيف. هنا هذا فريق الجزائر، لدينا فريق من الدعاة والأئمة التابعين لجمعية العلماء، هنا الشيخ عبد المجيد بيرم الأمين العام لجمعية العلماء، وهذا الفريق دار في أنحاء الجزائر كلها ضمن جولات بدأت من 5 سنوات ولله الحمد، خضعوا لدورات في عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستفادوا من المادة العلمية واستخدموها بشكل جيد ولله الحمد. هنا زيارة الشيخ راتب النابلسي، عبد الفتاح مورو، العربي الكشاط، وطارق سويدان أيضا في سويسرا كان ضمن إحدى الفعاليات، وأيضا زار هنا في قطر باريس، نعم هنا قطر، هنا جنيف، الشيخ راتب النابلسي في قطر هنا بزيارة فعاليات، الشيخ عبد الله بصفر
الشيخ علي قرداغي، الشيخ العريفي، عصام البشير الشقيري، عصام البشير في بروكسل. هذا فريق الشباب في إيطاليا، هذا فريق السيرة في إيطاليا، كلهم من الشباب. والغريب أنه كلهم ما عدا هذا الأخ لا يتكلمون العربية، كلهم يتقنون الإيطالية. ولذلك لما شرحنا لهم المعرض، الموضوع كان الشرح باللغة العربية، ويترجم الأخ هنا يترجم لهم بالإيطالية. وهؤلاء الشباب الحمد لله يعملون معنا منذ 3 سنوات تقريبا. وعادة نحن لما نبدأ إن شاء الله في تكليف فريق من الفرق، نعطي كل واحد موضوع فقط، موضوع واحد فقط، يعني نعطيه، نكلفه بموضوع واحد. نقول مثلا أنت تأخذ موضوع الحبشة، أنت تأخذ موضوع مثلا الهجرة إلى المدينة، أنت تأخذ موضوع فقط، موضوع واحد، ونعطيه المادة وندربه على عرض الموضوع ب3 مستويات: مختصر، متوسط، مطول، ونعطيه الأدوات التي تساعده. فهؤلاء الفريق ولله الحمد الآن وصلوا إلى مرحلة أنهم يشرحون 6 موضوعات. يعني بياخذ موضوع، بعد يتقل لموضوع ثاني، ثالث، رابع، خامس، حتى يصل إلى أن يتقن عرض المعرض كله، مثل فريق فرنسا وفريق ألمانيا الآن أتقنوا عرض المعرض، بل يقومون بإعداد دورات، بتقديم دورات. لكن فريق إيطاليا الآن يعمل بهذا الجانب. نعم نعم هذا باختصار. وهنا يعني بعض الصور. نعم هذا ما يتعلق باختصار. طبعا من آخر معارضنا معرض في البوسنة، يعني هنا الناس وقفت 150 متر في البرد حتى يدخلوا إلى المعرض، ولله الحمد يعني كان الإقبال كبير جدا. وأيضا توجد مجسمات، ونفس الطريقة كلها ترجمت إلى البوسنية. الآن المعرض الحمد لله ترجم إلى 16 لغة، موجود في 32 دولة من دول العالم. هذا الأخ الدكتور اسمير خليل هو المسؤول عن معرض البوسنة، ولله الحمد. المعرض حصل على تزكيات كبيرة جدا من أهل العلم، تقريبا ما في عالم مختص في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رآه ووقف عليه، بل بعضهم اقتنى منه نسخة للاستفادة منها. ما هي المادة العلمية التي ستحصلون عليها؟ المادة العلمية مقسمة على الموضوعات، هذه أمامكم. كل موضوع من الموضوعات إن شاء الله سنقف عليها عندما نتحدث عنها، لكن المشروع له يوجد له حوالي 27 مجسم تشرح تفاصيله، وهذه المجسمات تتناول موضوعات مختلفة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقديمها والاستفادة منها. وله مصنع، الآن عندنا مصنع كامل يقوم بإنتاج هذه المجسمات لتكون موافقة لشروطها العلمية، ولا تكون فقط من باب التكوين الفني والجمالي. أيضا له أفلام، يعني هنا إن شاء الله سنعطيكم نسخة من الأفلام مجانا كلها، طبعا ضمن المادة العلمية إن شاء الله. هنا الأفلام، يوجد عندنا الأفلام مترجمة إلى اللغة الألمانية، إلى التركي، الفرنسي، الإنجليزي، الإندونيسي، الأردو، وهذه كلها باللغة العربية، أفلام متخصصة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه العجالة في العرض، أنا حرصت كثيرا أن أنتهي عند السادسة لنترك المجال للأسئلة، وبعد إن شاء الله سندخل معنا 50 دقيقة، نترك 10 دقائق أسئلة وراحة، 50 دقيقة أسئلة وراحة. وطبعا لما كان الاتفاق مع الإخوة على تقديم الدورة، قلت لهم الدورة تحتاج إلى 42 حصة وليس 42 ساعة، فقال هذه المرة نحن نقدمها كتعريف بهذه الدورة وليست دورة كاملة إن شاء الله. وسنحاول التركيز على بعض الموضوعات إن شاء الله،
لنقدم لكم نموذجا لطريقة العمل بموضوعات محددة، وليس كل المادة العلمية، فمن الصعب أن نقدم عمل 22 سنة خلال هذه الفترة البسيطة. طبعا في بعض الدول بقسموا الدورة إلى 4 مستويات، مثل الآن جنيف مثلا، بعد هنا عندي بجنيف سيأخذون القسم الرابع، أخذوا 3 أقسام سيأخذون القسم الرابع. فأمل أن أكون قدمت لكم رؤية، وأمل أن أكون وفقت في لملمت أطراف الموضوع وتقديمها إليكم، ونترك إن شاء الله الدقائق الباقية للأسئلة، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم. تفضل. طبعا فهمت عليك، فيلم الرسالة يقدم السيرة على أنها غزوات، ونحن طبعا هذه الفكرة، نحن السير الغزوات بالنسبة لنا تمثل 3% فقط من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيرة ليست غزوات، نحن الغزوات الآن لو تنظروا هكذا مقدمة كل الغزوات موضوع واحد، وعندنا الأحزاب وبدر وأحد كموضوعات، لكن الغزوات نحن نركز على الجانب الحضاري في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف فتح مشاريع، كيف حل مشكلة الجهل، كيف غير الاقتصاد، كيف عالج مشكلة البيئة عليه الصلاة والسلام، من خلال موضوعات السيرة النبوية. لكن فيلم الرسالة الذي يراه يخرج بنتيجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه قول الله تعالى اقرأ إلى وفاته وهو يمسك السيف، وهذا خطأ بحت، ليست هكذا السيرة. ولكن الأفلام التي سنقدمها إن شاء الله سترونها هي أفلام مرسومة رسم بطريقة الأنيميشن والجرافيك، وفيها مزج للحركة. إن شاء الله سنعرض عليكم بعض النماذج. إذا في أسئلة عند الأخوات بناخذ سؤال هنا سؤال هنا إذا في شيء. طيب إذا في أسئلة عند الإخوة، لو اتفقنا على المنهج سنرتاح كثيرا، فالمنهج شيء مفيد جدا في فهم الموضوع. تفضلوا. نعم. نعم صحيح. فهل في عمل، انا بعتقد ان وجد عمل يشارك في الرساله يقدم سيره النبي صلى الله عليه وسلم بشكل صحيح، على سبيل المثال احنا في هذه البلد او اوروبا بشكل عام، في فرصه ذهبيه، فرصه ذهبيه عشان تتاكد انه تقدم قناه تقنع الطرف الاخر فقط، مو مطلوب منك شيء، بس تقنعه بالحقيقه اللي انت عم تعرفها. نعم، يعني لعلنا نحن مشروعنا الحقيقة نهدف إلى هدف آخر. نحن نحاول الآن أن نوجد فرق من الشباب تحمل السيرة النبوية كرسالة وتتفاعل معها بشكل هادئ وعلمي، وتنير تقدم السيرة على أنها بناء حضارة حرص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على تقديم قيم إنسانية، وجمع بين القيم والإيمان عليه الصلاة والسلام كمتلازمة لا تنفك عن بعضها، وقدم القيم الأخلاقية عليه الصلاة والسلام في عرض كل الأمور الإيمانية عليه الصلاة والسلام. ولذلك فهم الصحابة هذا الجانب بطريقة مشرقة وقدموها بأسلوب عملي
في حياتهم. فنحن نحرص على تقديم السيرة بهذا المفهوم العميق الذي يبين أنه عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين وليس للمسلمين، فليقدم نموذج مشرف ومشرق لحياة الإنسان والمسلم كما كانت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا الأعمال الإعلامية لا شك لها أهداف، ونحن لنا أهداف أخرى من خلال فرق السيرة التي تعمل بهدوء الآن ولله الحمد في أنحاء أوروبا وتقدم السيرة بهذا الشكل. إذا في أسئلة عند الأخوات بس أعطونا، تفضلي. طبعا هذا سؤالك هو محاضرة أخرى. إذا بتلاحظي هنا في عندنا أيقونة اسمها السيرة للأطفال، شايفينها؟ هذه هذا مشروع ثاني. يعني الآن أنا تحدثت ساعة تقريبا أقدم لكم مشروع الكبار، هذا السيرة للأطفال مشروع آخر. هو يقدم السيرة النبوية للأطفال من سن 8 إلى 12 أو من 7 إلى 12 بطريقة تعليم السيرة من خلال اللعب، من خلال الحواس. وهذا إن شاء الله سنقدم غدا نموذج عملي لبعض أبنائنا هنا في هذا المسجد بموضوع واحد، وله 14 موضوع. لاحظونا لو ضغطها 14 موضوع، كل موضوع من الموضوعات له 6 ألعاب وله منهج علمي وله كتاب تربوي. فهذا مشروع كامل، موضوع آخر تماما. يعني إن شاء الله إن أحببتم كمدرسات يكون لقاء حتى ما نشغل الإخوة في عرضه، لأنه هذا يحتاج إلى تفصيل كبير، له كتالوج، له خريطة ذهنية، يعني منهج كامل، منهج تعليمي يستطيع المدرس أن يمشي من خلاله، فيصل خلال سنتين إلى تعليم السيرة النبوية والطفل يلعب ألعاب، ما في محاضرات ولا في شيء. فإن أحببتم كمدرسات يكون لكم يعني ولو ساعتين دورة مستقلة نعرض فيها الموضوع، فما في مانع إن شاء الله بالتنسيق مع إدارة المسجد. تفضلوا تفضلوا. طبعا لا لا طبعا. الآن أنت الآن مثلا الآن سؤالك هذا سيحيلني إلى مثلا هنا الأحزاب. لاحظ هنا لما فتحت الأحزاب ماذا خرج؟ الأحزاب مجلد كامل عن قضية بني قريظة، قضية شبهة بني قريظة، وفندت تفنيدا طويلا. هنا مجلد خاص عن غزوة الأحزاب، نضغط هنا تخرج كل هذه الدراسات وهي خلاصة لندوة حضرها 69 مختص لمدة 4 أيام، وقدموا أبحاث علمية محكمة نوقشت في جلسات عامة، وأقرت هذه الأبحاث التي تتناول كل أحداث هذا الموضوع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تجد لوحة من خلالها يفهم الإنسان كل ما يتعلق أحداث غزوة الأحزاب بشكل كامل، لوحة مرئية فيها تفاصيل كاملة تقدم لك الحدث بطريقة كاملة. هنا فيلم يعرض للناس يشرح الغزوة مترجم إلى 7 لغات. لكن هنا الدراسات هذه كلها موثقة لأنه علمية، يعني كل كلمة يقولها الباحثين لها مصدر، وكلها نوقشت في جلسات عامة وبالتالي أقرت كعمل جماعي يقدم دراسة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع واحد. فأنت أمام حدث مادة واحدة اشتغل فيها عدد كبير من الباحثين وبمختلف التخصصات تتناول موضوعا واحدا، وكلها جمعت المادة من ضمن المحاور الستة التي ذكرناها في البداية. تفضل دكتور. ببني قريظة نعم. طبيعي نعم. ليست المصادر وإنما هذه المصادر طبعا للتدقيق العلمي وللمناقشات وربما
صحيح، نعم، لأنه هي المشكلة كانت في الروايات الإخبارية، والتي ضخمت عدد القتلى، أوصلته إلى فوق 1000، 1200 و1400 و1300، ونزلت إلى 17. فعندنا من 1400 إلى 17، يعني عندنا 1400، 1200، 1100، 900، 700، 600، 750 عفوا، 700، 600، 400، 100، 400، 40، 17. هذه كلها روايات. فالآن لما تقف أنت أمام هذه الروايات ماذا تفعل؟ مجرد وجود هذه الروايات هو دليل اضطرابها. فإذا ما هي الحقيقة؟ نحن قمنا بدراسة الموضوع من خلال التوثيق المكاني لأحداث السيرة، عدد الذين نفذوا الحكم، مكان الدفن، أين وضعوا، في أي بيت، كيف نقلوا، كيف، وبالتالي ودرست الروايات، ودرس في كتاب الله، ودرس في التوراة من خلال 70 صفحة، يعني موضوع صغير ورد في كتب السيرة بسطرين أو ثلاثة، نحن درس في 70 صفحة، مجلد هنا كامل، مجلدين، يعني موضوعين، المجلد العلمي والملحق الصور والخرائط، قدمت لبيان حقيقة هذا الأمر، حتى نصل إلى، من خلال أدلة علمية، تصل إلى معرفة حقيقة العدد، وبيان دقة هذا الموضوع، وهي من ضمن الشبهات الكثيرة التي تناولناها في عرض سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. نعم، طبعا هي كثيرة، يعني كل موضوع من الموضوعات فيه شبه. يعني مثلا هنا نضرب مثال، لما نتحدث مثلا عن أهل الصفة، وهو كيف عالج مشكلة الفقر عليه الصلاة والسلام، وبين لنا كيف بنى الإنسان، نعرض لقضية أبو هريرة وشبهة أبو هريرة على وجه التفصيل، نبينها. مثلا لما نأتي إلى صلح الحديبية، نأتي إلى قضية هل كتب النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يكتب، وهي شبهة كبيرة، فنبينها بأدلة كثيرة. لما نأتي مثلا إلى قضية الهجرة إلى الحبشة، نتحدث عن الشبهات التي ورد فيها. لما نأتي إلى مكة، نتحدث عن الشبهات، كل موضوع. ولذلك هنا في عندنا موضوع الشبهات أدخل في كل القضايا بشكل هادئ، لبناء ثقافة إيجابية ترد بشكل تلقائي على ما يتعلق بالشبهات التي تثار. لما نتحدث عن أمهات المؤمنين، نرد على عمر السيدة عائشة، نرد على شبهة لماذا توفي عن 9 نساء ونحن المسلمين من حق لـ4 نساء، هذه شبهة كبيرة، فننسفها ونرد عليها، ونضع لكم المادة العلمية موثقة بحث، بحيث من فاته السماع أو لم يحط، لم يستوعب السماع، يرجع للمادة المكتوبة فيجد الأدلة واضحة مع توثيقها ببيان هذا الموضوع بشكل دقيق. فكل موضوع من الموضوعات فيه شبهات وضعناها فيه. واضحة دكتور، تفضلوا. طبعا نحن الأطفال، يعني أنا ما شرحت لكم منهج الأطفال، هي الأطفال مبني على فكرة الحواس، يعني معنى ذلك في سمعي وبصري وتفاعلي، كل لها ألعاب ولها أشياء سمعية ولفظية. وفي عندنا هنا، نحن من أهم الأمور التي نعلمها للأطفال هي قضية شيء يسمى مخروط الخبرة، يعني نعلم الأطفال هنا إن شاء الله. هذه أنت خليتنا نقفز للموضوع. مشروع الأطفال مشروع كتير كبير، يعني له أهداف تربوية كبيرة جدا،
لكن هو ينطلق من فكرة انتقال من المجرد إلى المحسوس. وهنا لاحظ هذا مخلوط الخبرة، فله أساس تربوي، يعني في أسس تربوية له، ولكن كان الخلاف ما هي السيرة التي سأوصلها للطفل، هذا موضوع آخر. هل أوصل له أن السيرة غزوات؟ لا، نحن ما فعلنا ذلك، نحن ركزنا على القيم، بنينا القيم، بنينا جانب الدلائل النبوة تربوي، والذي يبني الانتماء، يبني الولاء، يبني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو بهذا السن لا يتعلق بالمعلومات وإنما بالقيم والولاء والانتماء. المعلومات تأتي لاحقا، مع العلم أننا ركزنا على المعلومات بطريقة أو بأخرى، لكن هذا موضوع أنا قلت لكم الحقيقة شرحه بيأخذ وقت، السيرة للأطفال فليس هذا مجالها. تفضلوا. نعم نعم واضح، كثير كثير من الأحداث. نعم 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 طبعا كلها، يعني نحن من الأشياء التي اعتنى بها هذا المشروع وضعنا أسس للجمع بين المادة العلمية، لا يوجد تناقض، يكون لها أصل ولو فيه ضعف، لكن شيء ما له أصل لا يضعف المشروع. يعني مثلا نضرب مثال دائما لما نتحدث عن طريق هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضية الحمامة لا أصل لها، فما ترد لأنه لم ترد، بينما العنكبوت مثلا وردت في مسند الإمام أحمد، فنضعها، نعتبرها ونعتمدها، ونقول أن هناك شروط في فهم ووضع كل رواية من الروايات، أن تتفق مع السياق العام، وأن تتفق ضمن القصة الكاملة، وأن لا تعارض أصلا، وأن لا تعارض نصا قرآنيا، وأن يكون لها شواهد، وأن يكون لها دليل. فهذه وضعت، كل الضوابط وضعت بشكل دقيق جدا حتى نصل إلى الرؤية الكاملة في دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الأخوات في شيء أسئلة؟ طيب، بتحبوا ندخل على الموضوعات إن شاء الله لندرس إن شاء الله. يوجد نحن لدينا 42 موضوع تقريبا، وتحتاج إلى 42 حصة، وكل حصة عادة نحن نقدم الموضوعات، نبدأ بعصف ذهني بيكون في سبورة، ونجمع من خلال، يعني نشكل كل خمسة بيشكلوا مثل فرقة، فبيذكروا بيكتبوا المعلومات التي يعرفونها عن هذا الحدث، ويتم تبادل الأوراق كلها حتى نصل إلى أوسع شيء، وما يتمنوا أن يسمعوه هو طريقة إعداد اللوحة، لكن هذه الطريقة تأخذ وقت كثير جدا، ونحن قلنا أن هذه المرة هدفنا إن شاء الله تعريفكم بهذا المشروع وتقديم هذا المشروع لكم، على أمل إن شاء الله أن تتاح فرصة أخرى لاحقا إن شاء الله بدراسة هذا المشروع على وجهه الأمثل. ولذلك نحن الآن فقط سنقدم الموضوعات كمحاضرة وحوار في كل موضوع من موضوعات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نتحدث عن الهجرة الآن لأن الهجرة ستكون محاضرة عامة، لكن ممكن نتحدث عن الهجرة إلى الحبشة كموضوع، يعني نحن قفزنا، وإلا يجب أن نبدأ من مكة المكرمة وما يتعلق بها، لكن لو فعلنا ذلك لن نصل إلى المدينة وسنبقى، وأنا يهمني أن نصل إلى الرؤية الحضارية أكثر من المرحلة المكية. فسأتحدث عن موضوع الهجرة إلى الحبشة لعلاقته بكم كمهاجرين إلى هذه القارة. المهاجرين إلى أوروبا لهم مقاربة بموضوعين، الهجرة إلى الحبشة وموضوع الهجرة إلى المدينة، كلاهما لهم علاقة بحياة
حياة المسلمين في هذه القارة. الآن إن شاء الله سنتحدث عن هجرة الصحابة إلى الحبشة، ونرى المقاربات بينها وبين حياة المسلمين في هذه البلاد. الصحابة رضوان الله عليهم اشتد عليهم العذاب في السنة الخامسة، وأذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أذن لمجموعة منهم، مجموعة صغيرة، هؤلاء أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا إلى الحبشة. فخرجوا إلى منطقة الشعيبة، وهي بحر مكة، تبعد عن مكة حوالي 25 كيلومتر تقريبا، ولم يتجهوا إلى جدة لأنها لم تكن ميناء معلوما في ذلك الوقت. هذه جدة، اتجهوا إلى الشعيبة وأخذوا سفينة شراعية، والدليل على ذلك أنهم لما عادوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكم فقهي حصل معهم، أنهم أرادوا أن يصلوا فكاد أحدهم أن يقع في الماء فصلى جالسا، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ودفعوا أجرة كلهم قدرها نصف دينار كما ورد في الرواية. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، لأننا سنبني عليه أمرا يأتي بعد قليل. ووصلوا إلى منطقة سواكن، ثم قطعوا الساحل الأفريقي حتى نزلوا بمملكة أكسوم، مملكة النجاشي، وخرجوا في السنة الخامسة في شهر رجب. ولما وصلوا إلى هنا بلغهم أن أهل مكة أسلموا لما أسلم عمر، وفي رواية لما سجد أهل مكة لما قرأ صلى الله عليه وسلم سورة النجم، آخر سورة النجم وليس أولها، لأن أولها تأخر حتى نزل فقرأ القسم الأخير عليه الصلاة والسلام. فعادوا أدراجهم إلى مكة، فلما اقتربوا إلى مكة وجدوا أن العذاب قد اشتد على الصحابة رضوان الله عليهم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة الثانية، فهاجروا بطريق آخر، فساروا إلى برك الغماد. وهذه المنطقة يجب أن نحفظ اسمها لأنها وردت في أحداث كثيرة، منطقة البرك، وهي تبعد عن مكة مسيرة 5 ليالي تقريبا، وتقع في أقصى جزيرة العرب قريبا من اليمن، وتعرف اليوم بمحافظة البرك. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا البحر ووصلوا إلى جزيرة مصوع في أريتريا، وهنا مسجد يوثق وصول الصحابة يسمى مسجد الصحابة. وساروا حتى وصلوا إلى مملكة النجاشي وتسمى مملكة أكسوم، ولم يبلغ النجاشي خبرهم في كلا الهجرتين. إلى الآن النجاشي لا علم له بوصولهم. من الذي أخبر النجاشي بوصولهم؟ وفد قريش الذي جاء يريد إعادتهم، فجاء عمرو بن العاص ومعه شخص آخر، الروايات اضطربت في اسم الشخص الآخر وهو غير مهم، المهم الشخص عمرو بن العاص، وطلب إعادتهم. فقال له النجاشي، سأله في مملكتي؟ فقال نعم، فأمره بإحضارهم، أمر بإحضارهم. وهنا تحققت فيهم دلالة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وجاءوا الصحابة رضوان الله عليهم وقدموا أميرهم وهو شاب، لما أسلم عمره 17 عاما، ولما هاجر عمره حوالي 22 سنة، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الصحابة، رغم أن في الصحابة من هم من كبار الصحابة رضوان الله عليهم، مثل عثمان بن عفان، مثل عبد الرحمن بن عوف، مثل عثمان بن مظعون، ولكن قدم شابا. وهذا سنجده كثيرا في سيرة رسول الله
صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عثمان رضي الله، لما جاء جعفر رضي الله عنه ووقف أمام النجاشي، تحدث عن الإسلام على أنه قيم وليس عبادات، وركز في كلمته على بيان الإسلام بأنه مكارم أخلاق، ولم يتحدث عن الإسلام كأنها عبادات. وذكر هنا لما تحدث بكلمته كما وردت في الروايات، فقال: فدعانا إلى الله لنوحده، وأمرنا بصدق الحديث، مكارم أخلاق، أداء الأمانة، مكارم أخلاق، صلة الرحم، مكارم أخلاق، حسن الجوار، مكارم أخلاق، الكف عن المحارم، أيضا هذه مكارم أخلاق، الفواحش، قول الزور، كلها مكارم أخلاق، لم يذكر العبادات. ففهم الإسلام على أنها مجموعة قيم وأخلاق وعلاقات بين الناس، وخاصة في القضايا التي يحتاجها الذين يهاجرون إلى المجتمعات الأخرى. وأتى على ذكر العبادات في آخر عدة كلمات: وأمرنا أن نعبد الله وحده، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، علما أن الصلاة لم تكن فرضت، والزكاة لم تكن فرضت، والصيام لم تكن فرضت. فعن أي شيء يتحدث إذن؟ هنا يتحدث الصلاة، كانوا يصلون صلاة بالنهار وصلاة بالليل، ركعتين ركعتين. الزكاة كان مطلق الصدقات تسمى زكاة. والصيام كانوا يصومون عاشوراء. فما كان الصيام ما فرض إلا في السنة الثانية لهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الحقيقة هذا الموقف من جعفر رضي الله عنه يدل على فهم عظيم للإسلام، ورؤية راقية جدا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب الذي استطاع أن يبني جسورا في الحوار مع النجاشي، فأجارهم النجاشي. ولكن هل كانت هجرة الصحابة إلى الحبشة حفاظا على الدعاة أم على الدعوة؟ يعني هل كان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على الدعاة أم أن يكون محطة للدعوة إلى الله؟ هذا سؤال. هل كانت هجرة الصحابة إلى الملك أم إلى المملكة؟ يعني هل كانت هجرة الصحابة إلى النجاشي أم إلى الحبشة؟ لو قلنا إلى الحبشة، هنا السؤال الذي يفرض نفسه: لماذا لم ينتشر الإسلام في الحبشة؟ لماذا لم يبني الصحابة مساجد في الحبشة؟ لماذا الصحابة لم يقيموا صلوات الجمعة في الحبشة؟ لماذا لم يصوموا رمضان في الحبشة؟ كل هذه الأسئلة لا نجد لها إجابة، لأننا سنعرف بعد قليل واقع الحياة الذي عاشوه. هل نحن أمام نجاشي واحد أم أكثر من نجاشي؟ هل أسلم النجاشي أم لم يسلم؟ وهذه كلها من القضايا التي يجب أن ندرسها دراسة دقيقة لنفهم طبيعة هجرة الصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة، وكيف عاش الصحابة في الحبشة. أتينا إلى دراسة ما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وجدنا أن المولى سبحانه وتعالى ذكر أهل الحبشة بعدة آيات من كتاب الله بسبع مواضع، وذكرناها لكم وضعناها لكم في الكتاب هنا: تبين لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين قالوا إنا نصارى. وأيضا عدة آيات وردت في الثناء عليهم، وخاصة على النجاشي وعلى طبقة قليلة حوله. قمنا بدراسة 55 رواية وردت في فهم أحاديث الهجرة إلى الحبشة، ولكن وجدنا أن أحاديث الهجرة إلى الحبشة تنقسم 3 أقسام. هناك أحاديث قيلت في أول الهجرة إلى الحبشة، وأحاديث قيلت في القسم الأخير، وهناك أحاديث غطت كل الفترة إلى الحبشة.
ووجدنا أن هناك ثلاثة من الصحابة هم أبرز من روى هذه الروايات. الرواية الأولى التي اعتنت بالروايات أم سلمة رضي الله عنها، روت لنا رواية طويلة في الحياة بالحبشة، ووصفت لنا الفترة الأولى بدليل أن أم سلمة كانت من المجموعة التي عادت إلى المدينة. هناك 33 صحابي وثمانية نساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعودتهم إلى المدينة عندما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. فأم سلمة وزوجها أبو سلمة وكل الذين هاجروا في الهجرة الأولى عادوا وشاركوا ببدر. فإذا هنا مجموعة عادت، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بالهجرة إلى الحبشة الحفاظ على الدعوة، لأنه لو أراد عليه الصلاة والسلام الحفاظ على الدعاة لكان استعادهم جميعا عندما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، صار في مقر للدعوة، فكان من الممكن أن يستعيد الصحابة جميعا رضوان الله عليهم. فترك في الحبشة مجموعة كبيرة من الصحابة كمقر احتياطي، بحيث لو أن المدينة لم تنتشر فيها الدعوة يكون هناك مكان تنطلق منه الدعوة إلى الله في مكان آخر. وعندما اطمأن عليه الصلاة والسلام بفتح خيبر أرسل إليهم يدعوهم، ومعنى ذلك هذا يؤكد على أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يقصد الحفاظ على الدعوة. وأم سلمة رضي الله عنها إذا كانت تغطي الفترة الأولى من هجرة الصحابة رضوان الله عليهم. هناك صحابية أخرى بقيت في الحبشة من السنة السادسة إلى السنة السابعة للهجرة، يعني كم سنة؟ من السنة السادسة للبعثة إلى هجرة المدينة، هي تقريبا هاجروا سنة 13، احذف منها 6 7 سنوات، و7 سنوات أخرى 14 سنة، وسنة الهجرة 15 سنة بقيت في الحبشة، وهي أسماء بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة جعفر. فهذه لها روايات طويلة أيضا تصف الحياة في الحبشة. هناك صحابي ثالث أيضا روى لنا روايات، وهو التحق بالصحابة في الفترة الأخيرة، خرج من زبيد يريد الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه تقريبا 53 صحابي، فجنحت بهم سفينتهم إلى الحبشة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في الحبشة. فهذه الهجرة الثالثة، صار عندنا هجرة أولى، هجرة ثانية، هجرة ثالثة. وهذا أبو موسى الأشعري لحق بهم في الفترة الأخيرة من حياتهم. فإذا نحن هنا أمام ثلاث روايات، طبعا في روايات تفصيلية أخرى، لكن أكبر ثلاث روايات هي أم سلمة، أسماء بنت عميس، وأبو موسى الأشعري. أم سلمة رضي الله عنها وصفت لنا جانبا من الحياة في الحبشة، ووصفت لنا أن النجاشية أحسن استقبالهم وأسكنهم هناك في جوار منطقة تسمى القصر الأبيض، وأمر لهم بالطعام واللباس، ومثل كأنما أعطاهم مساعدة. لكن أم سلمة تقول أن قومه كانوا غير راضين عن وجود الصحابة رضوان الله عليهم، فنخرت البطارقة، مثل كأنما أصدروا أصواتا، فطمأنهم أنه على دينهم، وانشق بعض القادة العسكريين وأرادوا الانقلاب على النجاشي. وتصف لنا أم سلمة ذلك فتقول أن النجاشي أمرهم أن يذهبوا قريبا من البحر، فمكثوا هناك وقاموا الليل يدعون أن ينصر الله النجاشي على قومه. وهذا من تفاعل الصحابة في حياتهم بالحياة التي
كانوا يعيشون. بل إن جعفر قال للنجاشي: ألا تأذن لنا أن نقاتل معك؟ فقال: نصرة بعون الملك الديان خير من نصرة بعون العبيد. وأبى أن يستعين بهم على قومهم، فجلسوا على شاطئ البحر، وفي اليوم التالي أرادوا أن يبعثوا يطمئنوا، وهذا في الصحيح، هذه رواية في الصحيح في مسلم، وأرادوا أن يطمئنوا على سير الأحداث، فأرادوا أن يرسلوا أحد الصحابة، فلم يجدوا من يستطيع السباحة، فربطوا للزبير قربة فعام بها وعاد، فوجد النجاشي قد نصره الله على قومه فعادوا إليه. طبعا هذه رواية أم سلمة للفترة الأولى، لكن أم سلمة لم تعش كل المدة، وعادت كما قلت قبل بدر. أكمل بس الحادثة. أسماء بنت عميس رضي الله عنها لها، هذه عاشت كل الفترة، تروي رواية وهي في الصحيح، في الصحيحين هذه الرواية. أسماء بنت عميس، من هذه أسماء بنت عميس؟ زوجة جعفر. وهذه المرأة امرأة غير عادية، بمعنى أنها امرأة متميزة، امرأة شخصيتها قوية، بدليل لو عرفتم من أزواجها لعرفتم من هي. كانت زوجة جعفر، فلما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر رغم فارق السن، ولما استشهد لما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه. فكبار الصحابة كانوا يتسابقون للزواج منها، وهي امرأة ذات شخصية قوية وحضور. كانت جالسة عند حفصة، فدخل عمر رضي الله عنه على ابنته فقال: من هذه يا حفصة؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال: البحرية الحبشية، يعني هذه التي ركبت إلى البحر. قالت: نعم. فعمر رضي الله عنه يحب دائما أن يستفز من أمامه، يثير. قال: نحن أولى برسول الله منكم، نحن بقينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كذبت، كنا بأرض البعداء البغضاء، أي أبعدهم الله وأبغضهم، وكنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم جاهلكم ويطعم جائعكم يؤمن خائفكم، أي أنهم تعرضوا لكل هذه الصفات في تلك الهجرة. والله لا أرضى حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا أزيد ولا أنقص. ما معنى هذا الكلام؟ أي ساقته إلى محكمة، وذهبت بعمر إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المسافة بين بيت حفصة ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم حوالي 5 أمتار، يعني ما عم نتحدث عن مسافة طويلة. ودخلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه بما حصل، فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى عمر وقال: لكم أهل السفينة هجرتان ولهم هجرة واحدة. أهل السفينة أنتم لكم هجرتان، وأنتم يا عمر لكم هجرة واحدة. فكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يحضر الصحابة ليسمعوا من أسماء بنت عميس فضل المهاجرين إلى الحبشة. فإذا نحن الآن أمام صورة روتها أم سلمة وصورة روتها أسماء بنت عميس. هل هناك روايات أخرى؟ نعم، هناك روايات كثيرة تبين حال الحياة في الحبشة. ورد في رواية من الروايات أن عبد الله بن مسعود، وكان ممن هاجروا في الهجرة الثانية، اختطف في أرض الحبشة، فاضطر الصحابة إلى دفع ريشا بمقدار 2 دينار لإخراجه. قلنا أجرة 16 نصف دينار، فدفعوا أجرة 4 أضعاف ما دفعوا من أجل أن يطلقوا سراحه. أخذ ظلما وعاد رضي الله عنه مع المجموعة التي عادت في البداية، وشارك في بدر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان ممن شارك في بدر، والروايات شهيرة بذلك.
الرواية الثالثة التي تبين، فإذا هنا عندنا الطبقة الدينية كانت ترفض هجرة الصحابة، هناك الطبقة العسكرية كانت ترفض هجرة الصحابة ونشر الإسلام، هنا يوجد في عندنا اختطاف لبعض الصحابة. يوجد رواية الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان يجلس مع المهاجرين إلى الحبشة كان يسألهم: ما أعجب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ وهذا ورد عدة روايات. فحدثوه عن أن أميرا من أمرائهم أو فتى من فتيانهم مر على امرأة عجوز تحمل دقيقا فوق رأسها، فنثره من رأسها، فقالت: أين أنت من الملك الديان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهذه الكلمة لا ينطق عن الهوى، وهي تفصل وتبين لنا وصف أولئك القوم: لا خير في أمة لا يؤخذ منها الحق من قويها فيرد على ضعيفها. فبين لنا وصف ذلك لأولئك القوم في تلك البلاد. طبعا الروايات بمجملها تبين لنا، تعطينا وصف عن طبيعة الحياة التي عاشها الصحابة رضوان الله عليهم في الحبشة في هذه الفترة. ولذلك نحن لم نقف، رغم كل الدراسات التي وقفنا عليها، لم نقف على توثيق وبيان مساجد بنيت في الحبشة، ولكن وقفنا على تحديد بعض القبور التي توثق أماكن الصحابة رضوان الله عليهم في منطقة تيغراي قريبة من منجلي بمملكة أكسوم، وهي تبين قبر النجاشي وقبر حوالي 15 صحابي توفوا في الحبشة مثل عدي بن نضلة وغيره. وهذه القبور قامت بتوثيقها والعناية بها الحكومة التركية، وكالة تكا قامت بالعناية بهذه المعالم بشكل دقيق، مع ووافقت الأماكن التي هاجر إليها الصحابة رضوان الله عليهم. وطبعا نحن هنا درسنا هل تفاعل الصحابة في واقعهم، في واقع حياتهم مع أهل الحبشة، فوجدنا أن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا من الحبشة، نقلوا لنا بعض الأمور الطبية مثل، عفوا، مهن مثل دباغة الجلود، وعرفت بذلك بعض أمهات المؤمنين، والتفاعل باللغة، نقلوا عدة، ورد عدة ألفاظ نقلها الصحابة، الطب، أطعمة وأشربة، بعض العادات وبعض التقاليد نقلوها لما عادوا. هنا قضية، أنا قلت هل كانت هجرة الصحابة إلى الملك أم إلى المملكة؟ فتبين أن الهجرة كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: لو هاجرتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فهي تبين أن الهجرة كانت إلى الملك. وقلنا هل كانت هجرة الحفاظ على الدعوة أم على الدعاة؟ تبين أن هناك الهجرة ليس هدفها الحفاظ، ليس الدعاة، لأن الدعاة الذين هاجروا لم يكونوا ضعفاء. يعني لم نجد عمار هاجر، ياسر لم يهاجر، صهيب لم يهاجر، الذين هاجروا الأحرار من يقف أمامهم؟ عثمان بن مظعون، عبد الرحمن بن عوف، جعفر أبي طالب. فإذا كان هدف النبي صلى الله عليه وسلم هو نشر الدعوة وإخراج الصحابة رضوان الله عليهم إلى مكان آخر يكون مقر للدعوة لتنطلق. هل حصل فتنة، فتن بعض الصحابة؟ نعم، هناك واحد ارتد، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا، وهو عبيد الله بن جحش. وطبعا هذه قضية عبيد الله بن جحش وضعنا لها فصل كامل، لأن هذا موضوع خطير جدا، ووقف بعضهم يقول: كيف تقول أحد الصحابة ارتد؟ طبعا في عندنا نماذج كثيرة للأسف، نحن لا نتبع الصحابة وإنما نتبع الله ورسوله. وعبيد الله بن جحش كل الذين ألفوا في كتب السيرة وكل الذين ألفوا في كتب الصحابة لم يذكروه من الصحابة، وورد في روايات بشكل صريح
أنه تنصر ومات. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يخطب أم سلمة، أم حبيبة زوجته كانت، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمه وأقرب زوجاته نسبا إليه صلى الله عليه وسلم، وعقد عليها، عقد له عليها النجاشي، وهذا يدل على إسلامه. النجاشي أسلم بعدة أدلة، والأدلة التي يعني وضعنا لكم فصل كامل عن إسلام النجاشي، من الأدلة أنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح أخبر بوفاته ووقف ليصلي عليه، فقام أحد الذين يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، قال كيف تصلي على علج من علوج النصارى، وهذا في الصحيح، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسلم ولكن كان يخفي إسلامه، وهذا دليل على أنه الإسلام لم يكن منتشرا ولم يكن له القوة والسطوة في أرض الحبشة، فكان رغم أنه رأس الدولة يخفي إسلامه، إلى درجة أن ابن تيمية ينص بنص صريح على أن النجاشي لم يرى مرة واحدة يصلي صلاة. وطبعا هذا الموضوع مهم جدا، وخاصة لمن يعيش في هذه البلاد، فلكم مقاربة بهجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى قارة أخرى، إلى دين آخر، إلى عرق آخر، إلى، وهناك بعض المقاربات تستطيع أن تستنبط منها أحكاما فقهية، كما حصل مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنجاشي أسلم، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إسلامه، وعقده لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له يخطب أم حبيبة، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمهرها وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا في قضايا تفصيلية كثيرة أنا تجاوزتها مشان الوقت، هل كان النجاشي يتكلم العربية أم أنه كان بحاجة إلى مترجم؟ هل تعلم الصحابة الحبشية أم لم يتعلموها؟ وهل بنوا مساجد رضوان الله عليهم؟ هل صاموا أم لم يصوموا؟ هذه كلها قضايا ذكرناها في الكتاب، وهنا وضعنا أعداد الصحابة رضوان الله عليهم وأهم دلائل النبوة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن عدله وأعلم الصحابة بوفاته، وهنا أسماء أبرز الصحابة الذين هاجروا إلى أرض الحبشة رضوان الله عليهم. المادة العلمية الموجودة هنا عندكم في المجلد، يوجد صور لقبور الصحابة، يوجد لوحة التي عرضتها قبل قليل، يوجد كتاب كامل يوثق كل ما يتعلق بالمحاور الستة التي ذكرناها قبل قليل، الآيات التي وردت في كتاب الله أين موقع الحبشة، طبعا على وجه التفصيل الطريق إلى الحبشة، كم المسافة، تقريبا كم كيلو متر، مدروسة دراسة دقيقة، الآثار الموجودة هناك في أرض الحبشة، ما نزل من الآيات في أهل الحبشة مع أقوال أهل العلم وتفصيلها من كتب التفسير بشكل دقيق، كل ما يتعلق بهذه الآيات التي وردت، الروايات التي وردت في كتب الحديث مع تخريجها، الأخ الذي ذكر سأل عن التخريج، هنا التخريج ودراسة الأسانيد، ولو كان وجد تعارض ما هو الرد عليها بشكل دقيق بشكل كامل، حوالي 55 رواية تقريبا، إن لم تخني الذاكرة يعني 50 رواية. ثم هنا دراسة عن من هاجر، وهل النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم أم ترك الأمر إليهم، الهجرة للحفاظ على الدعوة أم الدعاة، كم مكث كل واحد منهم في الحبشة،
لذلك في عندنا فريق بقوا في المرحلة الأولى، فرق عادت في المرحلة الثانية، ومجموعة بقيت إلى آخر عهد الحبشة. ودليل على أن الإسلام لم ينتشر كثيرا في الحبشة أن الذين أسلموا من أهل الحبشة وعادوا مع الصحابة رضوان الله عليهم لم يتجاوزوا 20، نعرف أسماءهم، ولم يوجد فيهم قس كبير أو قائد كبير أو شخص من علية القوم، بل كل الذين عادوا من الموالي. وأعلى شخص أسلم ما عدا النجاشي هو ابن أخ أو ابن أخت النجاشي، حتى في الترجمة لم يعرفوه هل هو ابن أخ أو ابن أخت النجاشي. وهنا طبعا دراسة كل واحد من الذين هاجروا، من شارك منهم في الحبشة، من توفي، كم ولد لهم في الحبشة، عدد المواليد في الحبشة، من أبرز المهاجرين. هنا درسنا بالتفصيل أسماء المهاجرين في الهجرة الأولى وأسماء المهاجرين في الهجرة الثانية على وجه التفصيل، هنا كلهم. والحقيقة بحث كبير إن شاء الله 200 صفحة تقريبا، خاصة بهجرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى أرض الحبشة، فإن شاء الله ترجعون إليها. وإلا الأصل أن نقف على تفاصيلها الكثيرة، لأنه يوجد تفاصيل كثيرة، لكن أنا أعطيتكم خلاصة هذا الموضوع. ونترك الدقائق الباقية كما وعدتكم 50 دقيقة، ونترك الدقائق الباقية إن شاء الله للأسئلة إن كان هناك أسئلة إن شاء الله. تفضلوا. شاطئ البحر، فإن حصل الانقلاب عادوا إلى بلدانهم. لا، لأنه كان بينه وبين القوم نهر. وطبعا ورد في إحدى الروايات، جزاك الله كل خير على هذا السؤال، ورد في بعض الروايات أنه النيل، وهذا خطأ. النيل ما له علاقة هم في الموضوع نهائيا. النيل الآن النيل في جهة أخرى تماما بعيد، لكن هنا الصحابي لعله، هنا النيل، هنا أكسوم، هو المفروض أنه بهذا، ممكن أنه هنا، لأنه هم اقتربوا إلى الشاطئ، ولكن كان بينهم وبين النجاشي حاجز النهر. عبروا، إيه، فعبوا، لعلهم ساروا باتجاه آخر، نعم، مشوا باتجاه آخر، نعم. لكن هي ورد في رواية أم سلمة أنهم أرادوا بسرعة أن يعبر فكان النهر، لكن في رواية النيل بعيد جدا وما له علاقة في الموضوع، باتجاه آخر. طبعا هذا هنا من رواية بالمعنى، لأنه ربما راوي روى وهو بعيد عن المكان وسمع النهر فقال النيل، والنيل ما له علاقة، بعيد جدا. إذا في أسئلة هنا جزاكم الله خير. المادة العلمية مرة أخرى، هنا المادة العلمية تتكون من فيلم، هذا الفيلم تعليمي، بمعنى فيلم تعليمي أنه يشرح بالضوء والصوت شرح متوسط، يعني بشكل يلبي بعض الموضوعات، لكن هذا ليس فيلم للعرض للناس، وإنما تعليمي بالضوء والصوت للأخ الذي يريد أن، أو للشخص الذي سيكلف بهذا الموضوع في حال تشكيل فريق، فهذا يساعده كثيرا على فهم الموضوع، على إعادته بشكل جيد، على الإحاطة بالعناصر، وهنا بقية الموضوعات، بحيث فيستطيع أن يشرح بدقيقة، يستطيع أن يشرح شرح متوسط، ولو أراد التوسع يدرس الكتاب بشكل جيد، فيستطيع أن يلقي محاضرة مطولة عن هذا الموضوع، يلبي فيه ويجيب فيه عن كل التساؤلات ويقدم كل العناصر. تفضل. تقصد العظات والعبر؟ العظات والعبر، نعم طبعا في كثير من الإسقاطات، وخاصة عندما درسنا أسماء المهاجرين رضوان الله عليهم، يعني طبعا هنا يتجلى لنا جوانب عجيبة جدا وجدناها الآن. هنا مثلا، جزاك الله خير على هذه اللفتة، هنا مثلا وجدنا
وجدنا هنا أن مجموعة منهم يعتبر من أقارب كبار المشركين في مكة، يعني مثلا اثنين أخوة أبو جهل، وجدنا أسماء هنا، لحظات أقف عليها حتى نعم وقفت. التواصل مع الحبشة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 6 مرات أرسل إليهم، فكان طبعا هنا قضية، في قضايا أصولية، هل بلغهم كل ما نزل من كتاب الله؟ هل صاموا رمضان؟ هل صلوا الصلوات؟ هل كانوا يجتمعون للصلوات؟ كلها قضايا من القضايا. في حادثة الغرانيق أيضا وقفنا على رواياتها، فالتفاصيل كثيرة جدا، لكن الشيء اللي سألت عنه أنت بالضبط هنا هي الوقفات. أيضا عندنا قضية هجرة أبو بكر رضي الله عنه، محاولة هجرته إلى الحبشة، وما يتعلق بعمر السيدة عائشة، لأنه هذا له علاقة، أحد الأدلة على أن عمرها كان أكبر مما ورد في بعض الروايات، فموضوع وصفها لهجرة الحبشة يعتبر موضوع، لأنه هذا في الصحيح. ولكن القضية اللي أنت ذكرتها هنا، الوقفات مع من هاجر، إحنا يجب أن نبحث، كان أحسن. ما في لغة عربية يا شيخ محمد؟ نعم، وقفات مع أعلام المهاجرين. وجدنا أنه هشام بن العاص وأخو عمرو بن العاص وعمرو بن أثاثة، 2 إخوة لعمرو بن العاص، فكان يأتي ليستعيد أخوته، سلمة بن هشام وعياش بن هشام أخوة أبو جهل، أبو حذيفة أبو الربيعة وشماس أولاد عتبة أبو الربيعة، وهو من كبار الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهيل بن عمرو بن العاص، وجدنا عدد من أبنائه، الحارث بن قيس بن عدي، وهو أحد الستة المستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم، أبناؤه الستة أسلموا وهاجروا، وهو من كبار المحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولاده الستة. هنا وجدنا أيضا، ذكرنا هنا من عادوا بالهجرة الأولى، عدد الأطفال الذين ولدوا بالحبشة 22 طفل، فنحن أمام الآن جيل ولد في بيئة أخرى. وجدنا أن 4 ممن عادوا من الحبشة في الهجرة الثانية اعتقلوا في مكة، وبعضهم طال اعتقاله 7 سنوات، وقنت من أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح، شهرا كاملا يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي الوليد وأنجي سلمة بن هشام، وقنت من أجلهم شهرا عليه الصلاة والسلام. وأيضا هنا بعض الاستنتاجات أسماء من بقي بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن الصحابة تقريبا 90% منهم هاجروا، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 35 صحابي حول النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها إسقاطات تفيد الحقيقة كثيرا في فهم المرحلة المكية الأولى وموضوع الهجرة إلى الحبشة، وإن شاء الله تستفيدوا من هذا الكتاب، لأنه من يعني حسب ما أعلم من الكتب النادرة التي ألفت عن هذا الموضوع، وهو يعني يقدم معلومات جمعت على مرحلة طويلة من، تفضلوا أستاذ. عمرو بن أمية الضمري اللي كان هو المندوب. نعم. يعني الحقيقة عمرو بن أمية الضمري ورد في روايات أنه ذهب مرة بنقل هدايا،
من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب مرة بخطبة أم حبيبة وإحضارها، ورد مرة ذهب بطلب استعادة الصحابة قبل وفاة النجاشي بفترة قصيرة، علم النبي أن الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن النجاشي سيتوفى سيموت، فأرسل يستدعي الصحابة فأذن لهم. وهذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه عليه الصلاة والسلام، أنه كما أرسله إليهم طلب استعادتهم. لكن في هناك مرات ذهب ولا نعلم لماذا ذهب، لم يرد، حتى لم يرد أنه اجتمع مع الصحابة ولا لم يجتمع مع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لم يذكر الصحابة ذلك رضوان الله عليهم. لكن نحن من باب الدراسة لم نقف على مكان اجتمع فيه الصحابة للصلاة، يعني ما أسسوا مسجد، ما صلوا صلاة جامعة، ما ورد أنه صاموا رمضان رغم أنه فرض الصيام في السنة الثانية. والآن نحن هنا أمام صحابة يعيشون 5 سنوات بعد الهجرة، بعد نزول الحكم، عاشوا في الحبشة وبلغهم الحكم، يعني فهل صاموا لم يصوموا؟ الحقيقة كل هذه أمور بحاجة إلى بيان. تفضل. أدلة كثيرة، منها ما هو صريح ومنها ما هو مؤول، يعني مثل تزويج، لأنه لو قلنا أنه ما أسلم معناته زواج مدني له أصل، معناته يجوز هنا أنه، وهذه كارثة. يعني هو صرح بإسلامه في مرحلة متقدمة، وطبعا النجاشي كان له دور في إسلام عمرو بن العاص، وعمرو بن العاص هنا نقول في أحجية أنه من هو الصحابي، من هو التابعي الذي كان سببا في إسلام صحابي، هو النجاشي. وهذا في السنة السابعة، في السنة السادسة بعد الأحزاب، عمرو بن العاص قرر يهاجر من جزيرة العرب، قال هي خلاص ما منا خير وأنا أريد أن أهاجر من هذه الدنيا. فتذكر صديقه النجاشي فلحق به فحاوره النجاشي، فيقول عمرو بن العاص وهذا في الصحيح، فدخل الإسلام قلبي عند عمرو بن العاص. لكن على سؤالك، هو بدايات لقائه بعمرو بن العاص دخل الإسلام في قلبه. لعلها في جلسات أخرى، لكن ما ورد برواية صريحة يبين ذلك. أيوة، هذا طبعا هنا هذه قضية، هل أن النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم وإلا كان اختار الضعفاء؟ فالراجح الذي وصلنا إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن أراد بالهجرة فهاجر من كان معه نفقة، فخرجوا الصحابة رضوان الله عليهم، وبدليل أن الضعفاء لم يهاجروا، يعني لم نجد واحدا فقيرا هاجر، وكل الذين هاجروا هم من الأحرار في مكة المكرمة. تفضل. أم حبيبة، يعني على كل إن هو إسلام النجاشي بنص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، و نعم هي أم حبيبة طبعا قبل، أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، قبل هذه الفترة، لكن ما ورد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جدد العقد عليها، نعم ما ورد، بالعكس أرسل هناك أحد أقاربها كان، فكان هو وليها أمام النجاشي فخطبها منه و عقد عليها وجهزها وأمهرها وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما في أسئلة طيب خلاص خير إن شاء الله، نتابع بعد الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.